قضية روزا سكودل إحدى الفلاحات النمساويات اللي في ليلة 14 نوفمبر سنة 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية صحيت من النوم على صوت باب غرفة نومها وهو بيهتز اهتزاز شديد نتيجة الريح اللي فتحت الباب وصحت روزا من نومها. في اللحظة دي في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل شافت روزا في غرفة نومها رؤية غريبة جدا، بتقول على لسانها: خيل إلي أن في القاعة ثلجا وأن تابوتا موضوعا في الثلج وأن ابني في التابوت. ساعتها بدأت المرأة تشعر بالذعر وأيقظت زوجة ابنها وأخبرتها بما حدث. بعد 3 أسابيع جت لها رسالة من الضابط المسؤول عن ابنها ليوبولد في مدينة سمولينسك بيقول لها إن ابنها ليوبولد قد أصابته شظية قاتلة في رأسه، وبعد أن سحبه الأطباء إلى مكان أمين نوعا ما أجبروا على طرق النقالة في الثلج وانطلقوا بسرعة فرارا من قذف القنابل المتكرر. الغريب إن ليوبولد هو بيموت كان بينادي أماه أماه، والأغرب إن الموضوع ده حصل يوم 14 نوفمبر سنة 1941 في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، في نفس الوقت اللي روزا صحيت فيه من النوم وشافت الرؤية الغريبة. شكرا وإلى اللقاء.